صالح مساك الله بالخير يا ابو صالح. ابو صالح البيت اللي يقول حي من جاب الفناجيل والدله والبريد مخدر به ورق شاهي من اول يمكن ما به شاهي ما في شاهي الدله واللوم الطيبه لكن الشاهي يدسونه يظنه موجود يقول ما هو موجود وهو خارج المملكه يجي من برا اي يقول وش يقول؟ يقول عاش من جاب الفناجيل والدله والبريد مخدر به ورق شاهي غريب بزمان مخدر به ورق شاهي فالدنيا الحمد لله احنا بنعمه حال الحين ما ادري وش تاكل وش تشرب وارزاق وخير على خير واشكروا يا مسلمين ولن شكرتم لازيدنكم الله الله ذكر انه يبي يزيدنا ان شاء الله ولا عليك الا تطلب ربك وابشر بالخير سبحان بعض الناس عنده قنوط لا من حصل ما حصل يقول ها يا ولد والله هذه هالسنة ما هي مثل العام طيب يا أخي كلها أيام رب العالمين سبحان والله يدبر كيف يشاء مرة يصير ربيع ومرة يصير أقل شوي ومرة أكثر وهكذا الدنيا حتى أنها تنتهي بارك الله بالجميع يا رب ما نطول عليكم عندنا ضيفين وهم من أهل المحل مثل ما قال أبو حزام وناخذ أخبارهم وقد يكون ان سؤال وجواب لكن خليه مره عندك سؤال وجواب ابو صالح ما هو اليوم مره ثانيه ما هو اليوم اليوم نستحي منهم يا اخوي اليوتيوب اليوتيوب الله يعافيكم الشر ما يجيكم نرحب ونهلي بابو محمد